هاخد من تحت شويه. ازاي انت كمان بدات وجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر عايزه تعرف بدايتك بقى من بدري قوي مع الكوره؟ يمكن انا كان ليا برضو رحلات هناك في افريقيا مع منتخب مصر، بنشوف الولاد حتى بقى يلعبوا في يعني في الشوارع، وفي بعض دلوقتي الاكاديميات اللي طلعت. بدايتك ازاي مع كره القدم؟ طبعا مثل الكل كلنا بنبدا اللعب يعني على الطرقات. بالنسبة لي كانت بدايتي طبعا من اللعب في الشارع مع رفقائي، وبعدين دخلت أكاديمية أمبشي سبورت، وكان طبعا ده من خلال أحد السكاوتس. وفي أكاديمية أمباشي كلاعب شاب عند حوالي 7 سنين، من يعني كان عمري 7 سنين، ابتدينا نتدرب ازاي نتحرك، ازاي نفكر، ازاي نتنفس، ومن هنا ابتدت مشواري مع الكرة، لاني كنت دائما محاط بناس يحبون الكرة. منطقتي كلها يعني كبارا وصغارا كنا محبين للكرة، وكنت اتابع الكرة واشاهدها كل الوقت. حتى والدي حين يعني كنا يعني اطلب منه حذاء جديد، كنت اطلب منه حذاء كرة قدم. اوكي يعني هو كمان كان معروف من صغره ان هو كان لعيب كويس في بلده، وده عنده شغف ظهر باللعبة. وظهر ده من خلال يعني احد الكشافين. بعد كده تجربتك بقى الاحترافيه، انت يعني قول لنا كمان انتقالك لنادي الجونه كان عامل ازاي، وتفكيرك ان هتنتقل من زامبيا لمصر كان ايه؟ كان يعني فكرت في الجزئيه دي ازاي؟ أعتقد أني بعد أن لعبت للكونغو لعبت أيضا للسوبر ليج في الكونغو، وبعدين انتقلت إلى زامبيا لفريق فورست، ولعبت فقط 6 أشهر لفورست، وبعدها انتقلت لنكانا. والطريقة التي انتقلت بها يعني للجزء الأكبر من تاريخي الكروي كان مدته 5 سنين كان مع نكانا، لأن حين يعني كنت ألعب لنكانا استقبلت العديد من العروض ومن بعض الأندية أيضا المصرية. نعم، وحين تلقيت حينها عروض للعب في مصر ولكني رفضتها، ولكن احد اصدقائي قدم الى مصر ولعب لفريق دجله مثلا، وهو الان يعني هناك كابتن جانا واخرين من اصدقائي الذين تلقونا، وتلقيت معهم عروضا من تونس ومن دول اخرى، ولعبت في ذلك الوقت الى زامبيا، وكنت هداف في 22 مباراه، وفي عام 2018 كذلك كنت توب سكورر، وتلقيت العديد من العروض لفرنسا ايضا وللجزائر. ولكن الجونة كان يعني كانوا يشددون في رغبتهم، وبالتالي احسست باني ارغب بالانتقال الى مصر، وهذه هي كانت الخطوة التي جلبتني الى مصر.